مساء الخير. النهاردة عايزة اعمل حاجة حلوة للاطفال برضو عن طريق البوب اب، ازاي ان انا اعمل بيضة بيخرج منها كتكوت بيفرد جناحاته بالشكل دوت. تقدري تستغليها لو انت بتعلمي الاطفال حاجة عن دورة حياة كائن ايا كان، بيضة بيخرج منها كتكوت. تقدري كمان تعمليها على اي حاجة تستغليها في عمل قصة او تديها هدايا للاطفال، كل واحد ياخد البيضة بتاعته او الكتكوت بتاعه وهو خارج وانت بتعلميه عن دورة حياة كائن. الحقيقة الفكرة دي مش بتاعتي لكنها بتاعت فنان اسمه ماثيو رينارد، عارض التمبلت دي، وانا هحط لكم اسمه، هحط لكم التمبلت نفسها. كل اللي عليك ان انت تنزليها وتلونيها وتقصيها بنفس الطريقة اللي انا عاملاها في الحلقة، وتقدري تقدميها للاطفال جميلة جدا وسهلة، وتعلمي عن دورة حياة كائن بطريقة لطيفة. لكن قبل ما ابدأ عملية التصنيع، اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير ليصلكم كل جديد من القناة. نشوف التصنيع. عشان اعمل البيضة اللي جواها الكتكوت اللطيف ده وبيطلع يحرك ايديه وديها لطفل معاه هو رايح المدرسة، او لو انا بعلمه حاجة عن مراحل نمو كائن، محتاجة للتمبلت بتاعت ماثيو رينارد، وهحط الرابط على في صندوق الوصف. عبارة عن البيضة نفسها وجسم الكتكوت. بنبدأ نقص الشكل ده، همسك التاني واطلع النماذج الموجودة قدامي. هنلاحظ عامل علامات نقط، نقط معناها انك ما تقصيش، معناها ان انت تعملي عمليه ثانيه. عشان تكوني البيضه بالشكل ده وتغلق وتفتح على بعضها. هنا ايضا ده اهم شيء لان ده المحرك، علامات الثاني تمشي عليها بالضبط. لازم يديلك الشكل ده عشان ده اللي هيعمل الحركة بتاعت الطائر. ومن هنا من الأسفل همسك القلم وهلون أجنحة الطائر. طبعا عايزاه عصفور بقى، عايزاه كتكوت. بقية الشكل ده مش مهم لأنه بيكون مختفي. بمسك الطائر نفسه وببدأ اعمل له عملية ملامح، اعملي له عيون.
اهم ما في الامر ان هو حاطط العلامات اللي تلصقي عليها فين. المثلث ده في ظهر الكتكوت مثلث مثله، حطي صمغ عليه واضبطي ده على ده بالشكل ده. افتحي البيضة. قبل ما اعمل البيضة ممكن نعمل للبيضة دي حدود كده، ايضا ممكن تلونيها بلون اصفر فاتح لو عايزاها بيضة لونها اصفر، تحطي عليها نقط، تعمليها زي بيت. من الداخل هنا نص دايرة وفي نص دايرة، واسفل في نص دايرة ونص دايرة. هعمل هنا صمغ، هنا صمغ، وهاجي على النص دايرة احطها على النص دايرة بالضبط. وده اهم ما في عمل الفنان، ان هو حط كل شيء في مكانه. ضبط الكتكوت بتاعي، بقفل، بيقفل عليه البيضة واقدر اعملها واقدمها هدايا للاطفال. الفنان ده عامل مجموعة اعمال حلوة جدا، بحاول ان انا اجيب لكم التمبلت بتاعته واحطها لكم في صندوق الوصف. خلصت عملية تصنيع كائن كتكوت بيخرج من البيضة. حلو قوي ان انت تصنعيها مع الاطفال في ركن الفنون. حلو انت بتقدمي وحدة الحيوانات، تقدمي له فكرة عن الكائنات الحية ازاي يعمل كتكوت خارج من البيضة، وتحكي له عن الكائنات الحية، هتكون لطيفة وجميلة جدا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.